بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنتشرف النهارده بزياره كليه الهندسه جامعه بورسعيد، الدكتور صبحي سري رئيس قسم الهندسه الكهربائيه في الجامعه وفي كليه الهندسه في بورسعيد، ومعاه عدد من الطلبه لزياره المركز. وده من واقع او من دور المركز السوشيال ريسبونسابيلتي او المسؤوليه المجتمعيه تجاه المجتمع، انهم يعني يدعموا وينشروا فكر الاختبارات والتطوير اللي احنا بنسعى اليه. فحقيقه اثناء ما احنا يعني بنتناول الحديث، فتبين ان الدكتور صبحي زار المركز عده مرات سابقا، وقلنا طب دي ننتهزها فرصة انه يشرفنا ويسعدنا ويقول لنا بس ايه موجز كده عن الزيارات السابقة، ويعني هل في تطوير في المركز ولا ايه، يعني عشان برضو نستفيد من خبرته ونستعين بوجهة نظره في ان احنا نطور نفسنا الى الافضل. اتفضل يا دكتور صبحي. اولا انا بشرفني النهارده نزور مركز ابحاث الجهد الفائق بالهرم، ودي مش اول مره، والتقي بالسيد المهندس محمد سليم رئيس القطاع، ودي يمكن اكثر من يعني اكثر من مره الرابعه، يعني تقريبا يمكن السادسه في فترات سابقه كثيره جدا، ابتداء من سنه 87 حيث ان انا حصلت على الدكتوراه سنه 82 من المانيا، وكنت هنا هو مع المرحوم دكتور محمد عوض الله يرحمه، ومع بعد كده هو كان في يمكن قبل كده الدكتور محمد السركي، وشفنا بعد كده السادة المديرين الأجلاء اللي كانوا موجودين تعاملنا معاهم، وشهدت فترات تطور ما بين الجامعة وما بين المركز. وصراحة شاهدت في هذه الفترات تطور، يعني أنا شفت يعني تطور المعمل من تقديم خدمات للعملاء في كافة المشاكل الكهربية المتعلقة سواء بالمحولات أو الكابلات أو القواطع الكهربية أو نظم العازلات الغازية، وكنا بنتناقش دائما في كافة الأمور المتعلقة بالشبكة، سواء كانت موضوع غسيل العازلات، موضوع المشاكل التلوث اللي كانت موجودة وأنواعها المختلفة، وكان دايما هناك فكر متصل بيننا، وكنت بحاول إن أنا أربط الولاد اللي هم الطلبة بالمركز، فبنظم لهم كل سنة على دفعتين في بكالوريوس يجوا يزوروا المعمل ويلمسوا بنفسهم ويشهدوا التجارب المعملية والاختبارات التي تجري للمنشآت أو بتجري للصناعة أو بتجري برضو للجامعات المختلفة، وده بيجعل من المهندسين مستقبل مهندس محترف يستطيع تشخيص أي صعوبات أو أعطال في مكان عمله من الزيارة اللي هو بيشوفها، لأن هو قاعد بيتلقى العلم بس فقط على داخل الجامعة أكاديمياً، ما بيشوفش بنفسه إيه الخدمات اللي هي فعلاً اللي بتقدم من خلال الاختبارات اللي هي حقيقية بقى، مش الاختبارات المعملية البسيطة اللي بيشهدها في داخل الكلية، لا ده هنا اختبارات حقيقية بيوصل لأعلى قيم اللي هي لو احنا قلنا لها في الكهرباء، يعني قلنا في الكهرباء من اول 220 كيلو فولت لغايه 500 كيلو فولت، وديت مش هيلاقيها في اي اماكن اخرى. والحقيقه انا وجدت اليوم تطور كبير مع السيد المهندس رئيس القطاع المهندس محمد سليم، لما وجدته من قفزات رائعه لتحقيق نمو اقتصادي مالي للمركز، وهو بذلك اول من فكر ان يجعل المركز ان يحقق عائدا ماليا حتى لا يصبح عائق على الشركه الفرديه. وده نجاح، يعتبر نجاح كبير، فانا بحيي كل المهندسين والعاملين في المركز اللي استطاعوا في هذه الفتره ان يقوموا بهذا الجهد الكبير صراحه.
وبتقدم اليوم يعني ازاي يبقى مع المركز ده موجود وفي جمهورية مصر العربية، وان الجامعات المفروض يبقى فيه روابط وثيقة تملي بالنادي بيه. فانا بدعو وان شاء الله مع اخي وزميلي المهندس محمد سليم رئيس القطاع بفكر بعمل بروتوكول تعاون بين كلية الهندسة بورسعيد متمثلة بجامعة بورسعيد ومركز ابحاث الجهد الفائق متمثل في الشرقة القابضة لكهرباء مصر. يشرفنا فندم. الله يخليك. شكرا فندم ونسعد بحضرتك وبالتعاون مع حضرتك. ويعني ده يعني انا كمان سعدت كثيرا ان النهارده ان المهندس محمد سليم وخريج كليه الهندسه ببورسعيد جامعه بورسعيد شرف دي حاجه شرف. اللي هي كانت جامعه قناه السويس الاول فدي برضو يعني اضافه الواحد نفسه لما يبقى ولاد الجامعه موجودين وعلى قاده في الاماكن المختلفه فدي بتبقى حاجه حلوه كويسه جدا شرف لينا فندم شرف لينا فندم شكرا شكرا شكرا, شكرا.